السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى ذكره في كتابه الكريم: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مولانا، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير، الحمد لله، الحمد لله. ربنا يبارك في عمر سعادتك. وإياكم، الله يحفظكم. مولانا بعد إذن حضرتك، هل ينفع زكاة المال تخرج حاجات عينية؟ في بقيدين، القيد الأول. نعم. إذا عفوا، أنت تخرجها عينية للناس يعني ولا إيه بالضبط؟ أيوة، تخرجها عينية للناس، يعني مثلا في رمضان مثلا واحد عنده زكاة مال فبيشتري بها زيت وضوء، زيت وقمح ورز وحاجة ويخرجها عينية، هل ده يجوز شرعا؟ الأصل أنها تسلم مالا، لكن في حالات استثنائية. من هذه الحالات الاستثنائية أن يكون الفقير سفيها سيبدد المال ويضيع أهل بيته. دي مسألة مولانا الحكم عليها صعب. خلاص، إذا خليك مع الأصل. لكن في بعض الفقهاء أقروها، يعني لو حد خرجها عينية مقبولة يعني. أنا بقول لك أهوت، في أنت تقاطعني في الحديث. معذرة، أنا متأسف. قلت لك شرطان: أن يكون الولي سفيها، الشرط الثاني أن تكون من الأقوات الضرورية التي لا غنى للناس عنها. لكن أن تشتري مثلا زبيب أو قمر الدين أو سوداني أو كده، لا يصلح، ثم لا يصلح، ثم لا يصلح. إنما أساسيات كرز مثلا. نعم. كل البيوت تأكل الرز. نعم نعم، كل البيوت تأكل الرز. نعم. وتشتريه بسعر أرخص مما يشتريه هو، ده اللي بيحصل. اذا كنت مثلا الرز هو الفقير لزمن، سيشتري رز، سيشتري نعم. كيلو مثلا ب10 جنيه وانت تشتريه له ب9. مظبوط. في الحالة اللي زي كده لا بأس، وتنضم الى المسألة بقوة تقويها سفاهة الفقراء. ماشي يا مولانا، جزاكم الله خير، ربنا يبارك في عمرك. وياك نوع بنت حافظ ولك بمثل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى، الحمد لله بخير، الله يحفظك يا رب. سؤال بس لو سمحت يا شيخ مصطفى. اتفضل. اللي يموت بالسرطان يا شيخ مصطفى يحسبه من الشهداء ان شاء الله؟ امره الى الله، لا استطيع ان اقول شيئا الا اذا كان سرطان داخل البطن عياذا بالله، فالمبطون شهيد، والمبطون هو الذي يموت بدء في بطنه. ايوه يا شيخ. شكرا. مرحبا يا اخ احمد ابن امين ابي هشيمه، وفقك الله وشكر الله لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا تفضل. بس
صحة حديث عبد الله بن عمر أنه كان يعجن في الصلاة؟ لا الرسول الله؟ لا عن عبد الله بن عمر. لا الموقوف لا أعلم، لكن المرفوع للرسول ضعيف. جزاكم الله خير يا شيخ. يعجن يعني يقوم هكذا كهيئة العاجن، ضعيف. ولك بمثل رضا بن جمال ابن كمال، ولك بمثل رشا بنت جمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يخليك. والله يحفظكم، تفضل. تفضل. لو سمحت يا شيخ أنا عايز نسأل، بالنسبة لتحديد جنس المولود في حرمانية؟ أنا أقسم بالأسباب فقط، فما دمت تعتقد أن الأمر كله لله وإنما تسلك سبيل الأخذ بالأسباب فحسب، لا بأس بالأخذ بالأسباب. يعني ما فيهاش حرمانية ولا حاجة؟ إن شاء الله ما دام المعتقد صحيح. طيب لو أنا مثلا رافض مثلا إن أنا مش عايز أحدد وعايز مثلا أعمل عملية من غير تحديد، طيب في حرمانية للزوجة مثلا؟ لا ما فيش حرمانية للزوجة ولا حاجة، أنت الأب. تمام. وجزاك الله خير يا عبد الله الجوهري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله طيب لله الحمد. يا شيخ مصطفى احنا طلبة مغتربين وعندنا امتحانات، نسألك الدعاء بالتوفيق. الله يوفقنا وياك ويسهل أمرنا أمرك، لكن احنا بدلها نحن، نحن أحسن من احنا. نعم نحن أفضل. نعم. نحن طلبة لدينا اختبارات، نسألك الدعاء. الله يكتب لنا ولك التوفيق والسلام. جزاك الله خير يا شيخ. وياك. رضي الله عنك يا محمد أبا به. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا. نعم. أنا سمعت يا شيخنا، أنا كنت عايز أكلم حضرتك بس على يعني موضوع خاص ما ينفعش على التليفون. بعد الدرس إن شاء الله. تمام. إن شاء الله. جزاك الله خير يا أحمد الدهشان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، زحلك يا شيخ. الحمد لله بخير. بعد إذنك عندي سؤال يا شيخ. تفضل. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ايه. هل الأرض الأولى اللي احنا عايشين فيها حاليا؟ والله هيك الله تعالى أعلم، ما أعلم إلا الذي ذكرت مع قول الرسول إن ثبت. اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن. فالأراضون سبع، هو الظاهر أنها أرضنا ليس كوكبا آخر. لحديث بينما رجل يمشي في حلة قد أعجبته نفسه إذ خسف فيها فهو يتجلجل، اكتب. وفي الحديث الآخر اكتبوا كتاب عدي في سجين في الأرض السابعة السفلى. تمام شكرا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال شفت خطاب الضمان اللي بجيبه من البنك، حضرتك لو في مشروع، بعمل مشروع شركة مقاولات كبيرة، فصاحب المشروع بيطلب مني ان اجيب خطاب ضمان من البنك، فخطاب الضمان ده مثلا انا بحط مثلا في البنك مثلا 5000 وهو بيديني مثلا خطاب ضمان ب100000 مثلا يعني يضمنني في 100000، هل يجوز ان انا والخمس تلاف دول بشرط ان هو يشغلهم في شهاده؟ كلمني على الهاتف الخاص احسن. نعم كلمني على الهاتف الخاص لان في تفصيل في خطابات الضمان. ساعه كم يا شيخ؟ والله يعني بعد الدرس بساعه ولا حاجه كنا استرحنا شويه بس. بارك الله فيك يا عبد الرحمن ابا عمر، وفقك الله محمد ابو بكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. ربنا يبارك في عمر حضرتك يا رب يا شيخ. عندي سؤال بس يا شيخ لو سمحت بس استفسر منه كده. انا حاطة مبلغ في البنك كده بس باخد الفوائد بتاعته، الكهرباء هنا هلكانة يعني بندفع كتير قوي للكهرباء بدون وجه حق، فانا باخد المبلغ منه وبدفعه للكهرباء، فهل ده جائز ولا غير جائز؟ لا يجوز استعمال الاموال الربوية في انارة المنازل. لا يجوز. لا يجوز طبعا. لا يجوز. ايوه بس
بس يا شيخ هم بياخدوا يعني بياخدوا مننا فلوس بدون وجه حق، لان اطفي احنا ما عندناش الكهرباء، عداد. اطفي الكهرباء واطفي التلفزيون اللي انت عليه ليل ونهار، واطفي، سيبك من ماتشات الكورة، خفضي. والله والله يا شيخ والله قسما بالله التلفزيون بقاله اكتر يعني ما منشغلوش خالص اطلاقا، يعني ما فيش الكلام ده خالص. هم عشان ما عندناش عدادات فبياخدوا علينا بيجيبوا علينا يعني كم هائل من الفلوس يعني. لا أستطيع أن أقول خذ الربا واستعمليه في الكهرباء، لا أستطيع ذلك. شكرا عصام شومان، وجزاك الله خيرا يا عصام، ولك بمثله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. بارك الله فيك. كان عندي سؤال بس يا شيخنا، إن أنا كنت عايز أدخل عربيتي القديمة الإحلال الجديد، كنت هستخدمها في ان انا هشغلها في احدى الشركات الاجرة. الاحلال الجديد يعطونك قرضا، يعطونك قرضا ربويا، اليس كذلك؟ مظبوط. لا يجوز القرض الربوي. جزاك الله خير يا شيخنا، جزاك الله. حياكم الله يسلمك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى بارك الله فيك. وفيك بارك الله، تفضل. ثلاثة أسئلة إن شاء الله. تفضل. السؤال الأول دعاء، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ من فتنة إلى آخره، يقال بعد التشهد الأخير؟ نعم بعد التشهد الأخير. ولا الأوسط؟ الأخير. بعد التشهد الأخير. طيب دعاء، اللهم إني، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما صرفت وما أعلنت، يقال إمتى؟ في السجود. في السجود. وأيضا إذا كنت تقصد الحديث المطول، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، له ثلاث مواطن، في طريقك للمسجد، عند الاستيقاظ، في الصلاة. نعم. طيب السؤال الثالث، هل يجوز الجمع بين سنة الوضوء والسنة القبلية؟ نعم. بنية واحدة؟ أي ما هنالك أمر، ما هنالك أمر بسنة الوضوء، إنما هنالك يا بلال أخبرني بأرجع عمل عملته، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة قال ما توضأت في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. نعم. فيتأتى هذا بأي صلاتين. نعم، جزاك الله خيرا. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا محمد المزين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عايز أعمل مداخلة مع الشيخ مصطفى بعد إذنك. معك، تفضل. إزي حضرتك؟ الحمد لله طيب. أنا عندي بس سؤالين يا شيخ مصطفى. تفضل. الأولاني أنا عندي الأول أو الأولاني؟ أيوه أول. الأول ماشي. الأول عندي محل صيدلية وعندي ناس بتجيلي تحط فلوس أطلع بيها الدواء لناس غلابة أو كده. فهي تفيض والحمد لله رب العالمين عن ايه؟ عن حاجة الشهر يعني ممكن تكفي معانا 6 شهور. فهل ممكن ان انا اخد الفلوس دي مثلا، كنت بعمل باخد الفلوس دي اشغلها وبدل ما نطلع مثلا من 1000 جنيه نطلع 1100 او 1150. معايا حضرتك؟ معك. بدل ما بنطلع 1000 نطلع مثلا 1150، يعني هو مديني 1000 جنيه اطلع ب 1000 جنيه دوا. انا باخدها لان هي فايضة عن الحاجة، اشغلها وطلع مكانها 1100 و1150. طب في سؤال يعني، هل انت تخرج جميع الفوائد جميع الربح لله، ولا انت بتاخذ شيئا لنفسك؟ جميع الربح ازاي؟ يعني انت مثلا انا تركت عندك 10000 جنيه تمام، قلت لك ضع هذه عندك، الذي يحتاج الى دواء من الفقراء اعطيه الدواء. بياخد ب 10000 جنيه بالظبط. ياخذ 10000 وانت بتشغلها وتبيع ب 10100 او 11000. طبعا. بيطلع لك مكسب انت شخصيا ولا لا؟ طبعا. طيب انت مستفيد. ما هو برضه، ما هو من غير ما اطلع الفوائد انا مستفيد برضه. من غير ما اطلع اقصد بزياده انا مستفيد برضه. لا بس انت ممكن ترجي الفقير من اجل مصلحتك. لا ما ده استأذن من صاحب المال. استأذن صاحب المال. ايوه شكرا. هو اتمنى بس ان السؤال يكون وصل لحضرتك. وصل تماما، لكن في نصيحه تنصح بها صاحب المال
لا يكون هذا من الزكاة. يعني أنا باخد منه الألف جنيه، ألف جنيه؟ لا يكون هذا من الزكاة، بلغه هذه الرسالة. طيب، طيب، السؤال الثاني بعد إذنك. أنا عندي حدثين اثنين عندي إشكالية في الفهم بس بتاعهم. تفضل. الحديث الأولاني بتاع سيدنا البراء بن عازب، اللي هو الحديث الطويل اللي هو عندما يموت الإنسان تنزل له ملائكته من السماء بدون وجود الإنسان النفس المؤمنة يعني. معروف. إلى آخره حتى تصل إلى إيه؟ إلى حساب الملكين ويقول له اسكن. الحديث الثاني اللي هو اول ما يحاسب عليه العبد بعد موته هو ايه؟ الصلاه، فتوزن عليه الصلاه والفروض، وبعد كده ينظر اذا لم تكمل الفروض تكمل من الايه؟ النوافل. طب مش هو الحديث الاولاني انتهى ان ما فيش الحاجه دي، ان يقال له اسكن بعد ما يتم حسابه الملكين وربنا يثبته على السؤال ويجاوب على اسئله الملكين الاثنين؟ مش فاهم كلامك والله. يعني هذا مقام في القبر والاخر مقام يوم لقاء الله. الاخر اللي هو الهم بقى اللي هو اللي عليه ميزان الصلاه والحاجات دي. اللي هو عليه ميزان الصلاه. الموازين يوم القيامه. يعني حضرتك تقصد ان الحديث الثاني مقصود بيوم القيامه وليس ما بعد القبر، ما بعد الموت. الموازين كلها يوم القيامه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامه. تمام. تمام. خلاص مثلا كده فهمت يا فندم، كده فهمت. بارك الله فيك يا أم فهمي يا عويضة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ نحمد الله ونشكر، الحمد لله. والله يا حضرتك أنا شغال في القاهرة، وأنا من المنصورة أصلاً، من أجا. طيب. بنزل كل أسبوع. طبعاً أنا طول ما أنا في القاهرة محافظ على الصلاة، على جميع الصلوات في المسجد، مفيش أي حاجة، إلا إن ما بنزل في بلدنا، يعني إحدى القرى. كل ما بخش المسجد ضربات قلبي بتبقى سريعه. عفريت يعني جاي لك في المسجد في قريتك، والعفريت صح في القاهره يعني ولا ايه؟ مش فاهم. اتق الله شويه يعني. انت في القاهره مصلي وكويس، تروح البلده في عفريت. أيوة. في الجامع، ايه الموضوع يا اخي؟ انا ما قلتش عفريت. ما هو عفريت كده يعني، معناه انك يعني انا ما اعرفش ايه اللي بيصاب بيه، لان انا غيرت المسجد اكتر من مره يعني. لا لا انا مش عارف ده ايه يعني. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وارقي نفسك بالمعوذتين مع سوره قل هو الله احد. لكن ده مش مس او حاجه او سحر او حاجه زي كده. بس المس يا صاحبك بقى في القاهره وفي بلدك في اجا انت. بس انا عارف انا من اجا ما فيش فيها عفاريت يعني، الحمد لله. لا عفوا، ما قلتش ما فيش يعني، ما فيش بيحصل مثل هذا الذي تقول. ولا الجن موجودون، استغفر الله، الجن موجودون يعني. تعال ارقي نفسك، ارقي نفسك. انت فهمت السؤال يا عبد الرحمن؟ فهمت. ايه رايك؟ لا هو يجاهد نفسه. يجاهد نفسه، ماشي، الحمد لله انك مش كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، لو انا مرتديه جورابين، هل يجزئ المسح على الاعلى منهما؟ يجزئ. جزاك الله خير. طب اياك. السلام عليكم. نعم. شيخنا مصطفى معايا؟ معاكي. لو سمحت انا بتكلم على بنك فيصل الاسلامي. كل البنوك شأنها واحد. كلها واحد يعني؟ بنك فيصل الاسلامي زي اي بنك؟ كل البنوك شأنها واحد. مفيش اي حاجة اسلامية. لا مفيش حاجة ولا تصدقي هذا الكلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامل ايه؟ الحمد لله انا بخير. والله ان محبك الله. احبك الله الذي احببتنا له. ادعيلنا شيخ بالهدايه يا ربنا يكرمك. الله يهدينا واياك ويسلمنا واياك. اللهم امين. اللهم عندي سؤالين يا شيخ بالله عليك. سل. انا بشتغل بالليل، بشتغل في مصنع ورائي. فبشتغل بالليل بروح الساعه 9 ونص 10 الصبح. فبستنى اصلي الظهر. وبعدين بنام، ما بقدرش مثلا اقوم اصلي العصر وبصلي المغرب والعصر مع بعض او المغرب، فممكن اجمع الظهر مع العصر جمع تقديم. في حالة العجز التام عن القيام لصلاة العصر. لكن إذا كان بإمكانك أن تقوم وتصلي العصر وتنام ثانية هذا لازم. أنا بروح الساعة 10 الصبح، ما بقدرش
طبعا لو بنت مش هقدر اقوم اصلي الظهر، مش هيفوت عليا الظهر، ما اقدرش اصلي الظهر، وممكن اصلي العصر معاهم يعني جمع تقديم، او المغرب والعشاء بسليهم واصليهم مع بعض جمع تاخير. فده يجوز. انا بشتغل في اسبوع ورادي في اسبوع بالليل، ويعني مش في الثابت ورادي، انا الثابت بالليل على طول، فالكلام ده بيحصل كل اسبوعين مره. فيجوز ان اعمل كده؟ للضرورات القصوى. ربنا يكرمك يا شيخ. انا عندي بنت اختي بتتجوز، هي باباها منفصل عن مامتها بقاله زمان جدا، وعلاقتهم يعني ما بيعرفوش بعض بقالهم 20 سنه ولا حاجه. هي هتتجوز، فطبعا ينفع انا ابقى ولاياها في الجواز؟ انتم انا خالها. والدها ينفق او لا ينفق؟ لا والدها مش ما يعرفوش بقاله 20 سنه، ما يعرفش عنهم حاجه ولا بيشوفوه ولا يعرف عنهم حاجه، وهم كارهينه وما فيش اي علاقه ما بينهم خالص. لها عم؟ لا لا، اعمامها برضه ما يعرفهم، ما يعرفهمش يعني. اعمامها واهل ابوها كلهم ما يعرفوش عنهم حاجه بقالهم 20 سنه. خلاص للضروره خلاص يجوز. في حال غياب انا ولي عنها. في حال غياب الولي الشرعي يجوز المراه ان تولي رجلا اخر. اذا كان ابوها هاجرها منذ 20 سنه ولا يعرفها ولا تعرفه وكذا، أعمامها زوجها مسلم من المسلمين. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الحال؟ الحمد لله. شيخ أنا أريد اسالك على مثلا، انا عايش في اوروبا. بئسة اوروبا. واعمل نعم واعمل في مجال الفواكه، يعني انقل سلات الفواكه لاماكن العمل ومكاتب العمل وهكذا. طيب. ولكن في اوقات اعياد النصارى يضعون يعني يضعون زينه زين 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 زينه الاعياد يضعونها على الطاولات وهكذا، فنحن نضع سلات الفواكه على الطاولات، هل هذا هل عملنا جائز ام حرام؟ لا، ليس عليك اسم في هذا. جزاك الله خير. بارك الله فيك يا طبيبه ليلى، يا دكتوره، لان الدكتور اعم من الطبيب هذه الايام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اخوان بعدين اخذتك سؤال. سالي. حضرتك انا اعمل في مجال تحفيظ القران الاعاجم، ومفروض انا بعمل يعني تبع اكاديميه. يعني الأكاديمية هي اللي بتجيب الطلبة وأنا بدرس، وطبعا هي الأكاديمية هي اللي بتحاسب الطالب. ما معنى أكاديمية؟ أكاديمية شركة، هي شركة أونلاين. طب يعني قولي شركة. عن طريق قولي شركة أحسن من أكاديمية. تمام. لازم نتعاجم يعني. ماشي تمام. سؤالي إن طبعا المفروض إن في عقد بيني وبين هذه الشركة، إن أنا طبعا لا أتواصل مع الطلبة، يعني إن أنا ما أخدش مثلا الطالب لحسابي وأبعد عن الأكاديمية يعني. فلو في طالب يعني كان اثناء الدرس، ففي قريب لهذا الطالب، قريبه لهذه الطالبه كانت قاعده، فهي سمعتني انا مدرس لها فعجبتها طريقتي، فقالت لي عاوزاكي تدرسي لبنتي. فهل لو انا درستها وهي عرفتني عن طريق الشركه دي، يبقى انا كده خليت بالعقد مع ان هي مش طالبه في الشركه اصلا؟ ايه. لا باس بالصوره التي ذكرتيها. لا باس. ايه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله انا بخير. ربنا يديم عليك الصحة. لو سمحت يا شيخنا، في سؤال كده بالنسبة للصلاة في الحرم. ايوه. موقف المأمومين قيمة الإمام واحنا في صحن الكعبة وما نعرفش مكان الإمام، احنا ساعات بنصلي كده قدامه. صلي مع الناس. أصلي مع الناس، أمامه خلفه لا حرج يعني. ماشي. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زي حضرتك يا شيخ. الحمد لله بخير. لو سمحت يا شيخ معلش، بس يعني أرجو من حضرتك يرتفع صدرك للسؤال بتاعي. الله يبارك في عمر حضرتك. الله المستعان. تفضل. أنا كانت شقتي حصل فيها سرقة، وكانت سرق منها مبلغ وقدره من حوالي 4 سنين. فكنت أنا اتهمت واحدة بالفعل، لأن كانت والدتها قالت عنها إن هي يعني قالت لي بالفعل ان كانت ايدها طويله ومش عارفه ايه والكلام ده، وبتاخد من وراها فلوس. فانا كنت فعلا اتهمتها بالفعل، وكنت عملت براءه ضدها، وكان خدوها يعني وكده.
فجت ردت المبلغ وبس، قالت انا ما خدتوش بس يعني في المباحث يعني قالوا ان هي اللي خدتها ومش عارفه ايه. فبعد مشوار من يعني بعد سنه ولا حاجه يا شيخ، اتضح الناس اللي احنا كنا معزومين عندهم ان كان برضو يعني لهم في المشوار ده، وكان لهم شقه جنب مننا هنا، وكانوا في نفس اليوم اللي حصل فيه السرقه كانوا موجودين. فانا كل خوف ان انا اكون ظلمت البنت ديت، فيعني يعني موقفي ايه ولا ايه بالظبط، برضو عايز افهم برضو. عفوا، هي تقولين، انت تقولين ردت اليك المبلغ؟ ردت اليك المبلغ؟ هي ردت اليك المبلغ طوعية تكون هي اللي واخدها؟ مع هي انا كنت عملت بلاغ ضدها وكانت الحكومة جت بالفعل خدتها يا شيخ، فانا بقول ممكن يعني برضه تكون هي مظلومة وكنت تكون ردت المبلغ مثلا يعني عشان تطلع نفسها من الـ من الـ من الـ من الحبس والكلام ده كله. فانا اتضح الناس اللي كانت اللي انا كنت معزومة عندهم برضه كان عندهم ولد برضه اوضه طويله، والولد ده كان في يعني كان في شقه اخته هنا جنب شقتنا في نفس التوقيت، وانا كنت معزومة احنا انا وزوجي واولادي كنا معزومين عندهم هناك. فانا كل خوفي ان انا اكون يعني يكون مش هي اللي اخذت والناس دي اللي اخذت، فانا مش عارفه موقفي ايه. بس انا برضو مش معايا دليل قاطع ان يكون ان التانيين دول هم اللي اخذوا بالفعل المبلغ من الشقه، مش عارفه. مبلغ كبير ولا قليل يا اختي؟ كان 23,000 يا شيخ من 4 ولا 5 سنوات، كان 23,000 هو المبلغ، ما كانش بتاعي اصلا، ده كان بتاع جمعيه وكان بس كلامي كتير ان انا ايه او ايه؟ اصبري ما تتكلميش كتير الان، احنا الان في انك اتهمت امراه بناء على قول امها لك انها حراميه. وهي دخلت عندك في نفس اليوم. هي في حرامي اخر وفي حرامي اخر او واحد يعني متهم باللصوصيه اخر كان موجود في نفس اليوم. كان يا شيخ الشقه اتسرقت بنسخة مفتاح، أنا كان شبكة بنت يا شيخ واتسرق نسخة مفتاح يوم الشبكة يا شيخ، وهي كانت متواجدة والناس دي كانوا متواجدين، بس الناس دي ما كانوش دخلوا الشقة عندي، هي شقة أختهم جنب مني. خلاص يعني في نفس الدور. يعني أنت غلبت ظنك أن المرأة الحرامية التي قالت أمها لك أن بنت حرامية فعلا فعلا خلاص بنيتها على غلبة الظن، ما عليك مشكلة، لكن أنا في ريب من هذا المبلغ، يعني ما عندناش القرائن القوية التي تقول إنها هي التي سرقت. مش أنا مش عارفة يا شيخ، أنا برضه ضربوها ولا إيه؟ الشرطة ضربتها ولا إيه؟ لا أنا ما أعرفش، بس هي أنا لما رحنا نتنزل عن المحضر وكيل النيابة قال لزوجي بنفس الفعل، قال له أنا أول مرة إن يجي رئيس المباحث يدلي بشهادته مرتين إن هي اللي أخذت المبلغ دوت، فأنا برضه مش عارفة. برضو انا كل خوفي مش عايزه يعني ظلمتها. رئيس المباحث شهد بذلك؟ شهد بذلك، ده هو وكيل النيابه قال لي زوجي كده بنفس الفعل، قال له اول وقعه يعني تمر عليا ان رئيس المباحث يجي مرتين يدلي بالشهاده لما زوجي راح يتنازل عن المحضر لما هي دفع اهلها دفع المبلغ. رئيس المباحث اللي يتحملها. شكرا. ايه؟ رئيس المباحث اللي يتحملها. هم قالوا كده فعلا. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. شيخنا الفاضل. تفضل، الله يحفظكم. نشهد الله اننا نحبك في الله والله. احبك الله الذي احببتنا له. حاليا انا العمل بتاعي ممكن اتاخر فيه مثلا اسفر لحد الساعه 2:30. فما بقدرش ان انا اصحى لصلاه الفجر، مع اني ببقى واخد احتياطاتي ومظبط المنبه وكده عشان اصحى اصلي الفجر في ميعاده، بس ما بقدرش من التعب وكده، فهل علي اسم تجاري؟ يعني هنعيش على كده على طول يعني ما نصليش الفجر؟ مش على طول، لا 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 لا، مش على طول، يعني لما بكون تعبان جدا ما بقدرش ان انا اصحى يعني وكده، فبصحى بدري اصلي يعني ان شاء الله. قبل طلوع الشمس؟ ما اكذبش عليك، او اوقات بفوتني يعني ممكن طلوع الشمس ومش على طول برضه، مش متكرر، ممكن اصلي الساعه 6 مثلا. اجتهد الله يحفظك ان تصلي الصلاه في وقتها. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب كيف الحال؟ الحمد لله بخير. الحمد لله على السلامة وتقبل الله منكم إن شاء الله. يا رب منكم. ممكن نصحة سؤالين بعد إذنك؟ الحديث الأول: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك. لا يصح. إذا طيب الحديث الثاني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ غصنا فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فانتفض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض لا يصح. لا يصح. لا يصح. طيب شكرا جزيلا شيخنا الحبيب. بارك الله فيك يا أنا الأستاذ. هل الخلع يعتبر فسخ أم طلاق؟ يرى الجمهور أن الخلع تطليقة واحدة بائنة، هذا رأي الجمهور، والنزاع قائم في المسألة. ابن عباس له رأي آخر أن الخلع فسخ، وكذا يروى عن عثمان. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا. تفضل. أريد أن أعرف حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية. لا يقرأ عند الجمهور من العلماء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا لقول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وثمة حديث معلول، أعني هذه اللفظة التي ستذكر معلولة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا في النهاية، وإذا قرأ فأنصتوا، معلولة عند مسلم، لكن الآية تغني عنها. وكذلك استدل بعضهم بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، على إغماض له طرق في كلها مقال، لكن على إغماض تحسن. والآخر شيخنا تكمل كلامي. تفضل. والحديث الذي فيه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. أنزله الجمهور من العلماء على الإمام أو المنفرد. نعم سيد. ما سؤالك؟ كنت أصلي العشاء فأحضرت في الركعة الثانية. أخطأ الإمام. كنت أصلي العشاء. وبعد ذلك؟ لحقت الإمام في الركعة الثانية. ما أخطأ الإمام فسجد سجدتي سهوا في آخر الصلاة. طيب. هل أسجد معه أم أقوم؟ أسجد معه. أسجد معه. نعم. شكرا. الله يسلمك. ما أدري هلا شوف يا عبد الرحمن يقول الإشعار لا يصل إليهم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الفاضل بارك الله فيك. وفيك بارك الله. وزادك علما ربنا يبارك فيك. أرجو من سيادتك نصيحة لتارك الصلاة بالكلية والمتهاون فيها. تارك الصلاة بالكلية مجرم. والمتهاون فيها. مجرم. والمتهون فيها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. ويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، كما ثبت بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن ويل تهديد شديد ووعيد أكيد لتارك الصلاة. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون. والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. السلام عليكم. الحديث ضعيف يا حنان بنت ويد، ما اعرفش بنت مين بالانجليزي، اكتب عربي احسن. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بحب حضرتك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. ممكن تسأل يا شيخ؟ ممكن ان شاء الله. شيخ بعد اذنك، انا شغال في شركه، وفي مثلا ممكن ندخل مثلا عربيات بتخش مثلا تحمل عدة او تطلع عدة، ففي بوابة يعني بوابة الامن دي، فممكن يطلبوا مننا مثلا حاجة زي شاي مثلا، فممكن ادلهم مثلا ايه فلوس
عشان مثلا يسهلوا لنا دخول العربيات، بس هم ما يقدروش ان هم يمنعوا العربيه دي ان هي تخش لو احنا مثلا اوراقنا سليمه. فهل دي فيها شبهه مثلا زي رشوه او كده؟ وانت اوراقك سليمه او غير سليمه؟ لا انا اوراقي سليم، بس هو لو مش لو مثلا في حاله ان انا ما اديتلهمش فلوس ممكن يرخموا شويه، بس ممكن اجيبها لهم يعني بطريقه رسميه ان هم ما ياخدوش. ايوه يعني، لكن الاصل انه انت الاصل ان انا سليم واوراقي سليمه، ومثلا ببعت ايميل بالعده دي او بالحاجه دي واوراقي لا باس يعني تتقي رخمهم رخم باللغه المصريه، تتقي مضايقتهم بان تعطيهم جزء من المال، مع انهم لا يعطونك شيئا ليس من حقك بل هو حقك ان شاء الله يا حمدي عاطف. لكن كان في درس مسبق قبله فنترك فسحه للراحه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله طيب لله الحمد، ربنا يعزك ربنا يطمن عليك يا رب واياكم. بقول لحضرتك كنا في العمره، وانت عارف حضرتك في ما بينزلش صحن الكعبه اللي لابس ملابس، عايز تصور يعني وتلبس احرام وتنزل وانت لست بمحرم صح؟ سأل عن هذا غيري، لا افتي بهذا بالتزوير يعني. لا يعني يبقى الواحد عايز ينزل يبقى عشان يبقى قدام الكعبه فبي بيلبس وينزل في اي وقت يعني. ايوه تغش العساكر يعني. يعني سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ملكنا الوقور سيدنا الشيخ مصطفى. يا أهلا وسهلا. ربنا يعزك ويرفع قدرك في الدين يا شيخنا. وياك تفضل. طمنا على صحة حضرتك الأول يا سيدنا. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. الحمد لله، ربنا يمد في عمرك في طاعة الله يا شيخنا. يا رب آمين، وإياك والسامعين والسامعين. نسألك الدعاء بالله عليك سيدنا بزوجتي بس سيدنا بالله عليك ومريم، ربنا يصحح حالها التي ماتت. عليك سيدنا. لسه ما شفت زوج غيرها يا صافي. إذا إلنا سيدنا ربنا يخلف علينا سيدنا. اللهم آمين. والله سيدنا سايبه فراغ أرصف تعالى أعلم بيه واحد والله سيدنا والله. ولو قلت لك حضرتك على موقف واحد لها لا تقول لي حق لك ان تبكي عليها العمر كله والله سيدنا. ما الموقف يا صافي؟ والله سيدنا انا يعني اسلم عليك بس دقيقه واحده اقول للدنيا كلها سيدنا والله يعني لو ينفع حضرتك يعني اتكلم بعد اذن حضرتك يعني لو ان لم ينفع يعني. لا انت اضرب الكلام، انت اضرب نوعيه الكلام. فإذا والله سيدنا حضرتك يعني في نفع للمسلمين تكلم. أيوة نعم والله سيدنا، والله حضرتك يعني جيت في يوم حضرتك يعني وأنت والدنا، وأقول يعني بكل يعني احترام وأدب، كان في يوم عليها يعني العادة الشهرية فطلبت منها يعني أن أجمعها، فحضرتك فقالت أنا أغتسل اليوم، فبعد ساعتين حضرتك أو ثلاثة جاءها خبر وفاة أمها. طيب فحضرتك استأذنت تروح لحضرتك يعني ايه تروح لاهلها يعني طبعا تدفن وكلام من دوت، فحضرتك يعني دفنوا وخدوا العزاء حضرتك بيننا وبين بيتنا وبين نسايبنا حوالي نصف ساعه بالعربيه. وبعدين يا صاحبي حضرتك لم يعني ما رضيتش تبات في اللقطه حضرتك مع اهلها مع انها الوحيده عشان تاخد العزاء، واصرت ان ترجع البيت. خلاص يا صاحبي وصلت الرساله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. ممكن بس تدلنا على كتب في العقيدة والحديث لمستوى متوسط يعني؟ معرض. كتب في العقيدة والحديث؟ لا. حديث ولا مصطلح حديث؟ الاثنين. حديث رياض الصالحين مستوى متوسط. هو عندي يعني في مستوى ثاني في شيء ثاني. اقرا مسلم بشرح النووي واتقي الصفات والتصوفات. جزاك الله خير. وفي العقيده؟
في العقيدة ككتاب متوسط مختصر معارج القبول. جزاك الله خير يا شيخ. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غفر الله شيخنا ووالدنا. وإياكم تفضل. بعد إذن حضرتك، لو أنا في برنامج اسمه كواي على النت. إيه؟ البرنامج ده لو أنا نشرت محتوى يرضي الله بيكسب فلوسه كده، هل الفلوس دي حرام ولا حلال؟ والله لا أعلم هذا، لا يلزمني أن أسأل عنه. اسمه كواي يا شيخنا، أنا بأتصل بحضرتك تاني أسألك أو ربه عن طريق النت يعني. تعرف كواي ده يا عبد الرحمن؟ هو مشهور جدا كواي. اسمه ايه؟ كوالي؟ كواي 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 كواي. ماذا يفعل هذا البرنامج؟ بيعطي فلوس على المشاهدة، ولو انا حطيت محتوى بيعطيني فلوس. ها؟ بيعطيني فلوس على المشاهدة، لو انا بشاهد بيديني فلوس. طيب انا بشاهد ايه يعني؟ بشاهد حاجة حلوة ولا ايه يعني؟ بشاهد اي حاجة ترضي ربنا، مفيش اي حاجة معصية. يعني في برنامج يقول لك اللي يشوفني ياخد فلوس؟ يعني لو انا شفت فدوار الشيخ مصطفى العدوي وشفت المقطع مره واثنين وثلاثه وعشره بيديني على 10 مرات دول فلوس، بيجمعهم لي وبعد كده على مدار كل ما شاهد اكتر كل ما بيبعت لي فلوس اكتر. بس المقاطع ليست محرمه. انا بشوف المقاطع الحلال، بس هو بيعرض حلال وحرام. يعني هو بيعرض مقاطع حلال وحرام. والغالب؟ الغالب عليه الله اعلم، بس جيت اكيد الغالب الوحش، اكيد يعني الغالب الوحش زي التيك توك كده، زي التيك توك. اذا لا نقوي امر الذي غالبه سيء. السلام عليكم. مرحبا يا حمد قريبه، الله يسلمك يا ابا سمير. لا خرامي بقول اغلبه سيء يا رامي. السلام عليكم، بارك الله فيك يا ياسين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نحبك في الله يا شيخ مصطفى. والله نحبك الله الذي احببتنا فيه. ادعي لنا يا شيخ بالله عليك. الله يثبتنا واياك. اللهم امين يا رب. سؤالين يا شيخ من فضلك. تفضل. حكم الانفاق من اموال الزكاه على محافظي القران الكريم. لا يجوز. نعم. لا يجوز اعطاؤهم الرواتب من الزكوات، انما من الصدقات. من الصدقات. ايوه شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. لو سمحت انا كنت بس عايز اسال حضرتك دلوقتي، لو انا عندي محل وبعدين انا ليا شركة، بس هما دلوقتي يعني ما بيجوش خالص المحل وانا اللي ماشيه، وبعدين جيت حبيت ان انا اشتغل في صنف بره المحل، يعني بره اللي هما بيشتغلوا فيه، بس اكسب فيه لوحدي يعني بدون بقيه الشركاء. هل إذا أخبرتهم هل تستطيع إخبارهم؟ هم عارفين بس ما حدش فيهم اعترض، بس ما حدش برضو وافق. طيب أنت ليه ما تلزمهمش يحضرون العمل معك؟ لا يعني إحنا إخوات وكل واحد يعني كان المفروض إن إحنا بننزل، بس كل واحد ليه مشاغل وأنا الوحيد اللي متفرغ للمحل. طيب أنا عايزك تكون صريح معاهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإسم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. تمام. طب يعني أنا لو قلت لهم ما فيهاش حاجة قول لهم أخبرهم، قول لهم يا جماعة أنا أخوكم وأبذل جهدا كبيرا عنكم وأنتم في أعمالكم فسأفعل كذا 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 بكل وضوح. طب لو انا خايف ان هم يعني حد فيهم يقول حاجه، انا ما باذيهمش ولا باخد منهم اي حاجه، انا شغال. يعني اقول لك ضابط الاسم ما كرهت ان يطلع، ما حكى في الصدر وكرهت ان يطلع عليه الناس. تمام شكرا. سمعتها سيئه جدا. خلاص. السلام عليكم. ابتعد عنها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. يا شيخ أريد أسألك سؤال. أعطيني الفرصة كي يعني أسألك على السؤال، يعني عن حكم تارك الصلاة. أيوه.
تسألني عن حكم دقيقة يا شيخ. أريد أن أؤكد هذا الحديث عن هناك بعض الأدلة عن بعض الصحابة الذين قالوا بأن حكم طارق الصلاة تعاونا وتكاسلا فهو كافر، هل هذا صحيح؟ لا 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 لا، ما فيش تهاونا وتكاسلا عن أي صحابي، ما فيش كذا. يعني هنا سامحني يا شيخ، هنا حديث عن جابر رضي الله عنه قال من لا يصلي فهو كافر. أنت تسأل عن التفصيل تكاسلا وما تكاسلا، أنت تسأل عن تعاونا وتكاسلا، ما في لفظ عن صحابي علمته يقول تهاونا وتكاسلا. إنما إذا كنت تريد تسأل عن حكم تارك الصلاة إجمالا نعطيك الحكم، لكن وما هو سند هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أنه قال من لم يصلي فهو كافر؟ لا 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 أعلمه، لا أعلمه. كيف نضعه يعني من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهناك حديث آخر أنه كفر، يعني أن نحطه على أنه أنه يشهدون لا إله إلا محمد رسول الله في أحاديث لكن لا يصلي. في أحاديث وردت عن رسول الله عليه السلام كحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ومن طريق هذا استدلال العلماء الأمة، ولكن أقصد الصحابة رضي الله عليهم على هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه، عن جابر عبد الله رضي الله عنه ما قال من لم يصلي فهو كافر. يعني أريد أن أفهم هذا الحديث، يعني كيف أنا أقول أنه كافر من لا يصلي وهو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ طيب اصبر علينا، بس صبر المطلوب. هناك ما هو أصرح في الباب عن رسول الله، نفس الشيء نفس الشيء، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فكفر، حسن بعض العلماء على إغماض شوي، والثاني بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، لكن العلماء يفرقون، قل فيه كفر اسمه كفر عمل وكفر كفر اعتقاد. فالرسول عليه السلام يقول اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، قلنا بما يا رسول الله؟ قال يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم وجدت منك شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهناك كفر دون كفر كما هو معلوم، سباب المسلم في سوق قتاله كفر، ليس الكفر بمعنى الكفر المخرج عن الملة، إن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. عندنا حديث الرسول أيما رجل انتسب إلى غير أبيه ويعلم فأبيه كفر، بألفاظ متقاربة. فلذلك فرق العلماء بين كفر الاعتقاد وكفر العمل. وإذا أردت اصبر علي يا حبيبي، من أدلة الجمهور كالشافعية والجمهور المالكية والأحناف عدم كفر تارك الصلاة إلا إذا جحد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، خمس صلوات افترضهن الله على العباد من حافظ عليهن وتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ على ركوعهن ويتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. قالوا مدام دخل تحت المشيئة خرج من دائرة الشرك، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأدل من لا يصلي من لا يصلي تكاسلا وتعاونا يبقى مسلم، أليس كذلك؟ كذلك مسلم، يبقى مسلم مسلم لكن مرتكب كبيرة. السلام عليكم. أحسن أوسع مرجع في هذا الباب هو كتاب ابن القيم الصلاة وحكم تاركها، استقصى فيه إلى حد كبير أدلة الفريقين وخرج أنه كفر عمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير، ربنا يبارك فيك. شيخنا هل يجوز ان انا اعطي من زكاة مال لناس شغالة معايا فوق بس دون ان اخبرهم؟ ممكن تجعل تعطي المال لشخص اخر يعطيها لهم حتى تفصل بين اجرة العمل وبين الزكاة؟ يا تبقى اخرج اجرة العمل يا شيخنا مع الراتب كده، ادوهم المبلغ دوت
على اساس ان هو ايه بس مش هيعتبروا من ادوان زكاه. لا ما انا اخشى انهم يعتبرونه حافز ويطلبونه بعد الان ممكن حتى تخلص من هذه القصه. مال الزكاه تعطيه لزيد من الناس وقل لهم هذا المال جاءكم من زيد من الناس. تمام. طب ممكن اعطي من زكاه مالي برضه لاختي المتزوجه الفقيره؟ اختك؟ اختي اه. نعم يجوز زكاه فقيره. اذا لنا بالثبات يا شيخ ربنا يبارك فيك. الله يثبتنا واياك يا رب. ابو فارس بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الفاضل؟ الحمد لله بخير. حضرتك انا كنت كلمتك امبارح بخصوص الارمله اللي تزوجت زوج ويعني ايه بينفق عليها بس بشكل بسيط جدا. وهي اللي بتنفق الباقي من مال هذه المرأة من التي الأولاد. تأكل أموال اليتامى ظلما تقربا إلى زوجها. ما هو تأكل مال اليتامى إيه وتطلب به الزوج الفحل وهي تستمتع هي وهو بمال اليتامى المحرم. لا ما هو هقول نقطة حضرتك هو كان وعدها إن هي تقف جنبه وبعدين يا ما ربنا يرزقه هو هيعوضها. تقف جنبه يا مسلمة. هو قال لها لا بل معايا. اصبري يا اختي انت يا مسلمة اصبري ما تتكلميش كتير. انت اكل اموال الناس بالباطل اموال اليتامى ظلما. لا ما هي ما لقيته كده قالت خلاص تتطلق يعني هو ما لقيته خلاص ما تتطلق الله يسهل الله له. الان اموال اليتامى اليتامى لهم معاش. تمام. بتاخذي انت المعاش وتنفقيه على زوج فحل من اجل انت. ما هو لها هي ما هي لها شقة هي أجرتها يعني هي شطبتها من مالها هي الخاص. تمام يعني هي في شقة زوجها تركها شقة ميراث لها ولأولادها. شوفي يا أختي اسمع الكلام يا أختي اسمع الكلام. أنا لست ربا أحاسبك سنبحذرك أن تأخذي أموال اليتامى. لا ما أنا بس في نقطة تستعطيك إياها الزوج الذي اتفضل. هي خلاص الوقت وقفت على الطلاق معاه وهو ترك البيت وقال لها خلاص لو مش عاجبك على كده اتطلقي وهي خلاص هتطلق. يلا الحمد لله نقطة. الله يغنيك من فضلك. في نقطة اللي هي لها مال يعني هي زوجها كان ترك شقة ميراث لها وأولادها الشقة دي كانت بالطوب الأحمر تمام. هي باعت ذهبها كله وكل مستحقاتها ما يخصها هي وشطبت الشقة دي تمام. الشقة دي هي حصتها فيها إيه؟ في دلوقتي إيجار يعني شطبتها علشان تأجرها وتاخد من المال دوت تنفق بيه عليها وعلى أولادها. الزوج كان بيجي لك في الشقه دي ولا ايه؟ لا انا هي اجرت شقه. انا بسال سؤال مختصر بس سؤالي 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 اتزوجت فيها. يا اختي اصبري سؤالي الزوج كان بيجي لك الشقه دي ولا لا؟ لا الشقه دي مؤجره الايجار اللي هي مشطبه البيت بمالها الخاص خلاص ما يخص الزوج خلاص هو يعني هو في وقت على الطلاق وخلاص هي خلاص مش عايزه دلوقتي تمام. فيما يخص بقى هي ما يخصها هي في خلاص بعد ما تطلق هي عايزه عندها مالها هي الخاص. طب دي قضيه عفوا اسمع الكلام تفضل. دي قضيه واحد يجلس يشوف معاش الاولاد كام والشقه اصلها لهم انت ليك فيها الثمن فقط تمام فانت مستفيده ايضا بالشقه. فيجلس واحد صالح معاك من اقربك ولا محرمك ويقيم الوضع. انا بعيد عن المساله. شكرا. لم تخطئ يا صافي بس كان الكلام فيه إحراج شوية فلذلك أغلقنا الكلام. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى كيف حالك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. من يومين كنت بسمع إذاعة القرآن الكريم فالمذيع بيسأل الدكتور مستضيفه عن سؤال. الدكتور أجاب السؤال وفي آخر الحديث قال له يا ريت نرجع للإسلام الوسطي الجميل. ايه هو الاسلام الوسطي الجميل يا شيخ مصطفى؟ الاسلام الوسطي كتاب الله وسنة رسول الله. هذا الاسلام الوسطي الجميل. الاسلام الوسطي الجميل؟ كتاب ربنا وسنة نبينا، ده اللي انا اقصده، لكن هو يقصد ايه؟ الله اعلم بمقصده. الله اعلم بمقصده. اشكرك. الشكر لله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كنت عايز اسال حضرتك في ثلاث مسائل بس. سال. اولا السبحه. نعم. حكم السبحه. السبحه ليس فيها نص لا من كتاب ولا من سنه، لا نفيا ولا اثباتا. والحديث الذي فيه ان ابن مسعود مر على قوم عندهم قوم من الحصى كلما سبحوا رموا حصى لا يثبت عن ابن مسعود. نعم. ثانيا حديث خير أجناد الأرض لا يصح.
جزاك الله خير يا شيخ. وياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. مساء الله وبركاته. يا مين؟ يا شيخنا. الحمد لله. سكت البنات اللي جنبك. حاضر يا حبيبي. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. ربنا ينسأل الله ان يعلو قدرك، والله اني احبك في الله. احبك الله الذي احبتنا فيه ولك بمثل، تفضل. صلى على رسول الله. عليه الصلاه والسلام. في كنا قاعدين احنا واخوه فبنتكلم عن سب الدين. ايوه. قال ان هو كافر يعني بحكم الكتاب والسنه ان بيسب الدين كافر. كافر. فقالوا في اقوال العلماء وجابوا واستشهد بقول شيخنا الكبير ابو اسحاق الحويني انه لفظه يكفر وهو مش عارف يعني ايه زي نظام اللي بيتكلموا ويقولوا ان هي الفعل فعل الكفري ولكن هو مش كافر. يا جماعه اللي سب الدين كافر بحكم الكتاب والسنه، خلي بالك. فقالوا لا، ده احنا نستشهد بشيخك وحبيبك واللي انت بتحبه الشيخ ابو اسحاق الحويني. يا اخي اذا استشهدت تستشهد بكلام الله وكلام رسوله. ونعم بالله. بس السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا شيخ ابي عقل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بإذنكم شيخنا لدي سؤالان. سل. السؤال الأول شيخنا، تأخرت عن صلاة جماعة المغرب. فأدركت وقد أنهوا الصلاة فأخرت رجلا من الصف وأتممت به. أيه. فكان هو قد قرأ سورة الفاتحة في سره، فلما صار لي إماما جهر بما بعد الفاتحة بما يتيسر من القرآن. طيب. ثم ركع دون أن يقرأ الفاتحة جهرا فلم أسمعها وأنا لم أقرأها لأني كنت أستمع تلاوته، فهل الصلاة صحيحة؟ يعني إمام في الجهرية، هي الجهرية بالنسبة لك أنت لكنه له نافلة، على من الصلاة صحيحة. نعم. طب شيخنا السؤال الثاني بارك الله بكم، ما رأيكم في التفسير الإشاري، هل هو صحيح أم؟ تفسير من؟ تفسير الإشاري، يقال تفسير الإشاري، يطلق عليه تفسير الإشاري بعض ال تفسير الإشارة لل يعني الخرص ولا إيه يعني لا، تفسير الإشاري يقال يعني مثل خواطر يقولون هي إشارات من الله سبحانه وتعالى غير ظاهرة يستنبطها العلماء، لا تكون ظاهرة ولا تكون يعني فيها أقوال مأثورة مثلا أو من هذا القبيل، يعني مثل مثلا تفسير سورة النصر أنها أجل إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بأجله وغير ظاهر لكنها استنبطت من باطن النص، فمثل هذه فيجرون عليها ويبدأون باستنباط الفوائد من الآيات ويسمونه بالتفسير الإشاري. والله ما أنا ما اطلعت على هذا التفسير ككل، لكن كل شيء بقدر كما لا يخفى. يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قال السورة نعت إلى النبي أجله وخلفه صحابة آخرون. بني الآية على ظاهرها، نعم وافق عمر لكن خلفهم صحابة آخرون، فكل مسألة بحسبها. لكن كون جمع بعض الآيات التي استفيد منها هذا لا بأس أن نجمع بعض الآيات التي استفيد منها، لكن كل آيات يعني أولها بالتفسير الإشاري سأنتقل إلى الباطنية والعياذ بالله. لا جزاك الله خير شيخ. الله يسلمك. ممكن يجد دليل يسلم له لكن يستدل به بعد ذلك على باطله. الذين يقولون القرآن له ظاهر وباطن. السلام عليكم. إن الذين عليكم السلام. لحظة معايا، كالشاعر الذين يقول بعضهم من
وجعلنا لهم لسانا صدقا عليا وعلي بن أبي طالب. قلنا الله أمركم أن تذبحوا بقرة البقرة عائشة. قلنا جبت والطاغوت أبو بكر وعمر. مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة. يخرج من اللوم المرجان حسن وحسين. كل هذا من البواطن التي الكلام الباطل الذي ينبغي أن يعذر قائله. تفضل. يا شيخ بقول لك هو في حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أرحنا بها يا بلال؟ في حديث لكن في سنده ما قال أن النبي كان يقول لبلال أرحنا بها بالصلاة يا بلال، أذن يعني وأرحنا بالصلاة. يعني هي صحيحة ولا إيه بالضبط؟ السند فيه مقال شوي لكن مش الضعف ليس بشديد. ماشي شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ مصطفى. معك مصطفى، تفضل. تفضل يا حبيبي. يا شيخنا هل ما رايك في كتاب بداية المتفقه يا شيخنا؟ بداية المتفقه من مؤلفه؟ بداية المتفقه. بداية المتفقه. من مؤلفه؟ الشيخ وحيد بالي ان شاء الله. لم اطلع عليه والله. جزاكم الله خيرا يا شيخ. عبد الرحمن. بهذا القدر اجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله وعلى آله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق. محمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. فرج يا رب كرب مكروبهم وفك أسر أسيرهم واقض الدين عن مدينهم واجعل دائرة السوء على عدوهم يا رب العالمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، واكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا، وأخلص نوايانا، وأصلح أعمالنا يا رب العالمين، واسلل سقائم قلوبنا يا ربنا يا كريم يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربي من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يثق بخير يا رحمن. نعوذ بك يا ربي من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.